الجنة مش مكتوبة لسواقين الملاكي على ظهر الرخصة، بس أكيد النار مكتوبة على ظهر رخصة كل سواق ميكروباص، يغفلك وياخد غرزة، يفتكرك بليد ويزنق عليك. سواقين الميكروباص ناس بتجري على لقمة عيشها، بس فاكرين إن الجري بالدراع، ونسيوا إن السواقة أدب مش هز دريكسيونات. الماتش الخامس بقى قولي. ده بين كيمو هيرو وكينج عمرو. طيب برضو مختلفين في القوة في الستايل في ايه؟ لا هما جسمهم مقارب شوية لبعض، بس مهاراتهم عالية جدا. يعني مقاربة برضو محمود طه ومؤمن، من برضو هتحس الاتنين ستايل واحد جدا. يمكن ده في مهارات اكتر برضو عالية. طيب اوكي. يا ساتر يا ساتر، ليه كده يا ولاد؟ خلاص سخنين قوي. اي بص بقى، في قفا وفي قلم. اصلا عملوا بروما قبل كده قبل ما يطلعوا. بقى لهم سنه ونص هم الاثنين معايا. دول سنة ونص، ده دخل سنة ونص. بص بص الإيقاع، الإيقاع عجيب جامد يا عشان تصدق بس إنه يعني الاتنين بيض، فالضرب بيبان عليهم بيحمر جدا. مش هزار يعني، مش تمثيل. ايه اللي كان فيها دي؟ بثبته برجله. بثبته برجله بس؟ بتعدي اتنين، المفروض يسع شويه عشان يبقى ثلاثة. حكم بطيء معايا يعني، معترض على الحكم. عايز يخلص، عايز يخلص بسرعة. يا سلام. الركب اللي لابسها دي لازم يكون عنده اصابه ولا ممكن عيان؟ لا حسب ما هو عايز. عيان يقلل الصدمات على ركبته يعني. اصل في ماتشات بره بيخش داخل لابس اكسسوارات وديكورات كل حاجه. بخايف على نفسه. شوف فيها
كدمه. اه لا خباثه. مستنيه يقوم عشان بص الظهر عامل ازاي؟ اه ظهره مش عاجبه بقى، بتضايقني انت كده، ما تقعدي حكم. شرس لاعب شرس. خصمه، خصم الحكم دمه تقيل. دي دي تي بيجهز الفينش بتاعه. اه في تجهيز الفينش بتاعه. عارف ليه؟ عشان ما كانش بيسمع كلام الحكم. ايوه ربنا عاقبه. ارجوع على المصحف. كان بيعترض على الحكم. الجمهور عايز كده؟ لا، الناقد عايز غير كده. الجمهور هو اللي بيدفع وبيعمل نجوم، بس الناقد له كلمة برضو يعني. ده كان زمان يا عم. طيب تفتكروا ممكن الاتنين يتقابلوا في منطقة محايدة؟ طبعا، أحمد زكي، عادل إمام، سعيد صالح،
خالد صالح، الاتنين ممكن يتقابلوا كتير على فكرة.